الحمد لله يا رب ربنا نصرنا. لو جالك عمل بيتكلم عن الرجل هتشاركي فيه؟ I would love to. قوي قوي قوي. انا ما شفتش حتى ناس لابسه احمر في الشارع. في انت احتفلتي؟ لا كلنا ما احتفلناش، حالتنا كرب. ارجوكم لو سمحتوا يعني السنه الجايه عايزين نحتفل بقى، اعملوا لنا حاجات. واخده بالي من ده، بيحصل في كذا مجال، ودي حاجه بصراحه بسطاني جدا. وجيرل سبيس بالنسبه لي اكبر دليل على كده، كميه الناس اللي موجوده ستات في مجالات مختلفه، فالحمد لله يا رب ربنا نصرنا. في اضطهاد كتير برضو على الرجل في الفتره الاخيره، شايفه الرجل مظلوم بقى؟ والله قوي قوي، ومحتاج يتكلم عن نفسه عشان احنا مش هنقعد نتكلم له بقى، يعني خلاص يبتدي هو كمان يتكلم معانا عشان نساعد بعض كلنا. لو جالك عمل بيتكلم عن الرجل هتشاركي فيه؟ I would love to. قوي قوي قوي، بس تبقى حاجات بجد حقيقيه ونناقشها بشكل حقيقي vulnerable، ما نبقاش بنخبي حاجات زي ما يوجوالي الرجاله ما بتيجي بتتكلم بتخبي حاجات. قوي. لو هنشوفك برضو بتشاركي في عمل عن المراه، ايه الشخصيه اللي انت حابه تقدميها؟ ايه ده حاجات كتير قوي. ما هو يعني مش عارفه، مفيش حاجه محدده بصراحه، بس ايه ده، لا مش عارفه، بس نفسي اعمل كل حاجه بتناقش قضايا انا شايفه ان هي محدش مركز عليها قوي، واتمنى ان هي تبقى ساعتها تعمل تغيير. هنشوفك في رمضان في اقل نسبه مشاهده، ببارك لك طبعا عليه. حابه ان انت تكلميني اكتر عن الشخصيه. انا عامله شخصيه سحر، وهي صديقة شيماء اللي هي سلمى أبو ضيف، والدور ده من أصعب الأدوار اللي أنا عملتها عشان هي بنت شعبية، فلو أنا عملت أي حاجة مش صح حاولوا في السوشيال ميديا متتريقوش عليا أرجوكوا، أنا حاولت أعمل اللي أقدر عليه. كلمينا بقى عن الشعبي اللي هي طالعة فيه. هي من منطقة بسيطة في الحطابة، وبتساعد صديقتها علشان تعمل حاجات على التيك توك، فقعدنا بقى حاولنا بقى نقعد مع ناس من المنطقه عشان ناخد بالنا من طريقه الكلام والدلع والمياصه اللي عندنا في اللغه دي، بقى نموتها خالص، مفيش اي حاجه من الحاجات دي. فاتمنى يا رب يا رب بس تطلع بالشكل اللي احنا كنا نفسنا فيه. تعاون مع سلمى، انا مش محتاجه اتكلم، كلميني عنها. انا بحب سلمى على المستوى الشخصي كصديقه من قبل العمل، وحاسه اني فخوره ومبسوطه بيها جدا، علشان هي بني ادمه مجتهده وشاطره قوي وحساسه جدا، وعلى المستوى الشخصي هي بني ادمه نقيه وجميله جدا جدا، فاي نجاح هي فيه دلوقتي هتستاهل وتستاهل اكتر منه كمان. على شكل برضو رمضان هيبقى فيه مسلسلات كتيره جدا، ايه اللي انت متحمسه اللي انت تشوفيه؟ لا كتير قوي، متحمسه اشوف الحشاشين جدا، متحمسه اشوف اشغال شقه، يعني دول اكتر اتنين ببقى اللي هو قاعده بعد عشان عايز اشوف اعلى نسبه مشاهده قوي برده عامل ازاي، بس دول اكتر عملين انا بصراحه متحمسه لهم جدا. عيد الحب كان من فتره، لو هتغششينا بقى عملت ايه في اليوم ده؟ كان عندي تصوير تقريبا، ما عملتش اي حاجه، كان عندي تصوير يومها بس، جبت لنفسي حلويات يعني وكده. هو في ناس لسه بتحتفل بيه، انا ما شفتش حتى ناس لابسه احمر في الشارع. في انت احتفلتي؟ لا كلنا ما احتفلناش، حالتنا كرب. ارجوكم لو سمحتوا يعني السنه الجايه عايزين نحتفل بقى، اعملوا لنا حاجات. برضو رامز في رمضان المقالب، لو هتطلعي مع رامز بقى ايه رد فعلك؟ لا انا يعني اتمنى ان هو يعني اتمنى دي حاجه ما تحصلش فيا اي مقلب، لانه انا يعني ممكن يحصل لي حاجه بجد، انا بخاف جدا وبتوتر جدا وبيحصل لي مشاكل صحيه من التوتر، فلا مش مفروض يعني اي حد يفكر يجيبني ما يفكرش. لو هنختم الانترفيو باكتر اغنيه معلقه معاكي من اعلانات رمضان اللي فات. مفيش حاجه. مش فاكره خالص. اغنيه ازيك اعتقد اغنيه بتاعت شكرا من هنا لبكره، كانت بتعيطني. معرفش كانت بتحسسك بايه بقى؟ كانت بتحسسني ان انا يعني ممتنه قوي للناس اللي في حياتي اللي هم عملوا الحاجات اللي في الاغنيه. مين الناس دول بقى؟ اصدقائي وعيلتي واي حد حواليا كان موجود جنبي في الاوقات اللي هي بتبقى وحشه دي، يعني حسيت ان الاغنيه فكرتني بده قوي. شكرا ليكي جدا، نورتينا. شكرا قوي، شكرا، ميرسي.